يبدأ من نظريته ومن برنامجه ومن خطه السياسي اللي بيربط الاثنين ببعض ومن تحليل الواقع اللي احنا عايشينه، بمعنى المشهد الراهن سواء محلي وكل ما له علاقة بالحركة السياسية سواء محلي أو عربي أو عالمي. موضوع التنسيق ما بين التنظيمات اللي لها علاقة بالجماهير لأنها جزء من حركة التنظيم من جهة، يضيف عليها يتقسم منه، وحدود الإمكانيات المتاحة علشان ما يبقاش القطة أحلام. وبقول إن المهارة اللي مطلوبة في إعداد الخطة إن كل مستوى يبقى عارف إزاي يترجم الخطة، الاتجاهات العامة للخطة إلى خطة تفصيلية في مجاله، ويقسمها زمنيا علشان بعد كده لما يجي التقارير الشهرية والنصف سنوية والربع سنوية يبقى عارف يقيس يقيم أداؤه ويقيس أداؤه ويستخرج الدروس المستفادة. الأهداف بتتحقق بالطبيعة عن طريق الخطة، ولأن الخطة مش بس بتدي أساليب تحقيق الأهداف، لأن الخطة بتدي إحنا هنحقق دي بالأسلوب ده وبالشكل الفلاني وبالوسائل الفلانية. يبقى موضوع خطة أي مستوى هي موضوع الأهداف العامة، الأهداف على مستواه، ثم الأساليب إيه والمجالات اللي هيدخلها ايه والوسائل ايه اللي هيستخدمها تنفيذا لهذه الاساليب. الخطه في العاده في تنظيم سياسي زي ما في الحكومه بتقول ده ادي المعلمين، ادي اداره، ادي الشؤون الاداريه، ادي الشؤون الخدميه، ادي شؤون الموظفين وكده. يعني بالظبط في ثلاث جوانب بخطة التنظيم السياسي بتتضمن جانب تنظيمي وجانب فكري وتثقيفي وجانب النشاط الجماهيري العام أو اللي احنا بنسميه الجانب السياسي. ودول هتلاقي أشهر عبارات موجودين في كده، ولا ده بتاع تنظيم، ده بتاع تثقيف، ده بتاع نشاط جماهيري، يعني إشارة إلى الثلاث مجالات الرئيسية من مجالات العمل السياسي. الخطة بتعتمد على فكرة التكامل بين الجوانب، من جانب العمل التنظيمي والعمل الفكري والعمل السياسي. وأكبر أخطائنا في الفترة اللي فاتت إن ما كناش نعرف أو ما قدرناش نعرف إلا متأخرا جدا إن أي عملية في التنظيم السياسي، أي عملية في التنظيم السياسي، لو فقط إن إحنا كتبنا منشور كده وقلنا هنوديه لجهة ولا هنوزعه لحد، له ثلاثة أوجه دفعة واحدة. إنه أولا بيبقى عمل تنظيم لسبب بسيط، لأن دي جزء من الحركة التنظيمية للشكل اللي احنا بنتكلم عليه، وفي نفس الوقت شايل فكره تثقيفيه، وفي نفس الوقت هو عمل دخل نقل فكرك الى اخرين. يبقى العمل الجوانب دي في العمل السياسي مش بس بتحكم المجرى العام، ده بتحكم كل تصرف من تصرفاتك. اي عمل يكون ملوش محتوى سياسي مش عمل، ملوش محتوى فكري، ملوش عمل سياسي، لأن ساب العمل التثقيفي. وأي عمل ملوش محتوى تنظيمي يبقى خارج السياق مش بتاعنا، وبقول العمل السياسي وهكذا. يبقى الفكرة الرئيسية في الخطة في الخطط إنها تعتمد على تكامل جوانب العمل السياسي الثلاثة: العمل التنظيمي والعمل التثقيفي والعمل الجماهيري، وكله في نفس واحد وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة. إن زي أنت قدام هرم بتشوفه من ثلاث جوانب. في سياق عموما بيتم أو خدنا عليه في إن إحنا إزاي نرسم خطة. بنرسم هدف، بعد الهدف وسائل التنفيذ،
بعد وسائل التنفيذ ايه البرنامج، بعد بيتحقق ازاي، وبعدين البرنامج الزمني شكله ايه، وبعدين المتابعه هتتم ازاي، اسلوب المتابعه، وبعدين اسلوب التقييم، وبعدين تقييم النتائج، وبعدين المحاسبه. دي دوره الخطه، دوره الخطه. وطبيعي بيبقى علمي وجميل وكويس في الاتجاه ان كل خطه تعتمد على دروس ما قبلها، وكل خطة ترسخ دروسها للخطة التالية. ساعتها يبقى التخطيط رفقة وتوأمة للعمل السياسي إذا خد هذا الاتجاه. حبيت بالورقة دي أتأكد على ثلاث أفكار رئيسية. خدوا بالكم من تكامل جوانب العمل من جهة، خدوا بالكم من تسلسل دائرة العمل التخطيطي ما بين مستويات التنظيم، وخدوا بالكم من ضرورة الاتصال، كل خطة توصل للي بعدها وتقف عليها كسلالم كلها صاعدة في الاتجاه. بيبقى ندور شوية داخل المحتويات، مش عشان ندرس التنظيم ولا عشان ندرس العمل الفكري ولا عشان ندرس العمل السياسي، بس علشان أسيب على الترابيزه دي ان يا جماعه الثلاث اشكال دول كل شكل له اهتمامه الخاص. يعني اللي احنا بنقول العمل التنظيمي، مهمه العمل التنظيمي ايه؟ مهمه العمل التنظيمي هو زي ما قلنا بيحدد قاعده البناء زي ما قلناها، يا شكل الوحدات، ويحدد العضويه، بيحدد اسلوب البناء، بيحدد تاكيد على دعم المقومات الاربعه بتاعه الحزب، بيحدد علاقتنا بالمنظمات اللي حوالينا وازاي تتم هذه المنظمات. كمان بيدرس واقع البناء التنظيمي والتوازن اللي يكون موجود فيه. يعني ما انا بقول، انا بقول العضويه دي عايزه توازن، هات 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 هات، ما لهاش معنى ده. العضويه دي انت عايز تدرسها في كل لحظه في التنظيم على اساس التوازن في التركيب السني، توازن في التركيب الاجتماعي، توازن في تركيب النوع، توازن جغرافي، توازن مهارات داخل التنظيم، كل دي علشان تبقى انت قدام عضوية بتواجه كل احتياجات التنظيم. كنا في منظمة الشباب ندور فين المهندسين الميكانيكيين، فين اللي متخصصين في ده، فين كل ده كنا بنشوفه. وكل ما بنلاقي ان احنا بدينا نكون مجموعه ونعمل توازن بين بين الاولاد والبنات بين داخل التنظيم، في داخل تنظيم المنظمه، حتى داخل التنظيم العام، توازن بين فئات المجتمع عشان ما فيش فئه تاكل الفئه الاخرى داخل التنظيم ولا تحتاز التنظيم لحسابها ولا للسلام. في كمان بلغ الأهمية إن التنظيم بيراعي المبادئ التنظيمية ويحرص المبادئ التنظيمية. يحرص المبادئ التنظيمية لأن هي المبادئ التنظيمية هي اللي بتحرص التنظيم كله. إيه هي المبادئ التنظيمية اللي إحنا بنتكلم عليها؟ ثلاث مبادئ رئيسية بيحكموا العمل التنظيمي. المبدأ الأولاني جماعية القيادة. ما ظنش إن إحنا محتاجين نتكلم يعني إن جماعية القيادة أهميتها إيه في عمل سياسي. إذا كانت النهاردة بقت مفروضة في عمل إداري، فكيف إنها ما تكونش مفروضة في عمل جماهيري؟ العمل الجماهيري بطبعه عمل شعبي، وشعبي يعني جماعي. إذا افتقدت القيادة الجماعية، إذا افتقدنا روح القيادة الجمعية على أي مستوى من المستويات، يبقى معناها ظهور الميول الفردية والسيطرة على التنظيم والشطار والناصحين واللي لهم علاقات وبتعرف كل حاجة تبان إذا ما كانش نرعى مبدأ القيادة الجمعية. المبدأ الثاني النقد والنقد الذاتي. النقد بمعنى أن كل واحد يقبل نقد الآخر، وكل مستوى يقبل نقد الاخر باعتباره ان ده حق مشروع. لا، مش حق، حق اساسي به فقط التنظيم ينظف نفسه.
التنظيم ينظف ينظف نفسه. و سواء نقد المستوى للمستوى ولا نقد الافراد داخل اي مستوى لبعضهم البعض، لدول مستوى النقد. لكن اللي اخطر منه واللي اصعب منه هو النقد الذاتي، نبدا النقد الذاتي، ان احنا نوصل للمستوى ان واحد يجي يقول كده: انا بعترف ان انا قلت الاسم الفلاني عن التنظيم الفلاني، كنت فاكر انه راجل وحش لكن اتضح انه راجل كويس، وبقول كده بشجاعه وموضوعيه والمساله دي كلها. يعني عايز تخطي للذاتيه الواحد من الحاجات دي كلها، لانه بقى في تنظيم، والتنظيم كيان اوسع من شخصيتي، واوسع لانه بيدي قوه اوسع مننا كلنا وابعد من قدرتنا الافراد. يعني فكرة التنظيم بتقوم على حاجة واحدة بس، ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي تسعة، ما يساويش ثلاثة. ادي فكرة العمل الجماعي. فكرة العمل الجماعي انها تضاعف اهمية منها. وفكرة التنظيم ان يبقى اكبر من القيادات واكبر من اللي فيه، وبيبقى فيه قوة غامضة ما تخليش اي واحد يستطيع انه يوقفه ولا يحرفه ولا يودي اتجاهه. ادي قوة معنى التنظيم. اللي بيهرس ده بس ممكن يسيطر، لما بيكون يسيطر فوق اتجاه عام سائد في الحزب ما بقاش مضاد للديمقراطية، لما يسيطر فوق اتجاه عام. علشان كده فكرة الحزب مبنية على وحدة فكر ووحدة حركة، وحدة الحزب العقائدي، وحدة فكر ووحدة حركة. التنظيم، العمل التنظيمي زي ما انتم شايفين كده، هو اللي بيأهل لوحدة الحركة. وقلنا المبدأ التنظيمي الثالث اللي برضو مهمة: الجمع بين النقيضين، الديمقراطية والالتزام التنظيمي. الديمقراطية والالتزام التنظيمي، يعني الديمقراطية والالتزام التنظيمي، واحنا بناخد القرار اهلا وسهلا، عملنا الخلطة بتاعته وعجلنا الافكار اللي بيننا وبيننا، طلعنا في الاخر بقرار، بصينا في الاخر ده فيه سبعة موافقين على القرار وثلاثة مش موافقين عليه، وقلنا ان المستوى كله السبعة والثلاثة بقوا موافقين على ان احنا اصدرنا قرار معين. لما تبص للقرار تلاقي ده فيه ثلاثة مش موافقين على القرار، تنتهي الديمقراطية بعد بعد صدور القرار، تنتهي فكرة الديمقراطية وتقوم محلها على طول فكرة الالتزام التنظيم. ما دام انت في الحزب ده معانا، يبقى بقى انت عليك ان تدافع عن القرار كما لو انك موافق عليه، وتلتزم بيها وتنفذها. زي بالظبط، انا عارف ان ما بيحصلش، لكن احنا بنقول على المبادئ، وبنقول اكتر من كده، احنا شفناها في تنظيمات بتحصل على اعلى مستوى من الدقة، على اعلى مستوى من الدقة. اللي اكتر من كده انا بقول ده المبادئ دي وهي مكتوبة بهذا الشكل بتعتبر اختزال لمبدأ رئيسي، اختزال لمبدأ رئيسي. يعني مثلا في ألمانيا الديمقراطية لما تشوف الدستور بيقول ايه، يقول لك الإدارة المجتمع، إدارة المجتمع ككل، الإدارة والتنظيم والحزب والحكومة والإدارة وفقا لمبدأ المركزية الديمقراطية. المركزية الديمقراطية بمعنى الناس تتناقش تحت زي ما هي عايزة، وفي الآخر تطلع لما تاخد قرار من المركز ينزل الكل ملتزم. وده بقول لك ده المجتمع كله، احنا مكشكشين المسألة على مبدأ سلخة من مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يقود بلاد بكاملها الى مبدأ ديمقراطية والتزام تنظيمي. يا جماعة ما فيش سكة تانية الا ان الاغلبية ان الاقلية تلتزم برأي الاغلبية. اذا هذا هو التنظيم بيعمل ايه علشان يوحد الحركة. مهمة العمل التنظيمي توحيد الحركة بالوسائل اللي اتكلمنا عليها.
العمل الفكري مهمته توحيد الفكر. العمل الفكري والتثقيفي في أي تنظيم مهمته توحيد الفكر. بس لأن التنظيم ليه لا ليه التنظيم تبص تلاقي ده فيه قيادات وفيه فيه قيادات وفيه أعضاء وكمان فيه جماهير مرتبطة بيه. العمل التثقيفي مهمته إنه اشتغل مع الناس دول، لكن وهو بيشتغل مع القيادات له دور، وهو بيشتغل مع الأعضاء له دور، وهو بيشتغل مع الجماهير له دور. لهذا فلو احنا قلنا هو العمل التثقيفي مهمته ايه داخل الحزب، هنبص نلاقي المهمة الأولى له إنه يخلق ويدعم الوحدة الفكرية داخل التنظيم، مالوش علاقة بالجماهير في الحكاية، لأن مفيش تنظيم مسؤول عن توحيد فكرة الجماهير. التنظيم مسؤول عن إنه يوحد الفكر داخله داخل حدوده هو، ولا يفرض فكره على الآخر إلا بالحسن. فالمهمة الأولى إنه بيوحد ويدعم الوحدة الفكرية داخل التنظيم. الحاجة الثانية إنه بيبني الكادر. بيبني الكادر إزاي؟ على أساس مقاومات الحزب اللي إحنا ده بيديله جرعة نظرية عقيدة، عمل عقيدة. بيديله مجموعة خبرات علشان يقدر ينفذ المهمات، يعني إزاي يعمل خطة، إزاي يعمل اجتماع، إزاي كل الأدوات دي كلها يسلموا ليها علشان كادر. وعشان هرتبط بالناس، وبعدين يديله أدوات التعامل مع الجماهير، إزاي يحشد وإزاي يواجه كده، بتعمل برنامج ليه يعني. يبقى الوحدة الفكرية وإعداد الكوادر. الثالثة تعبئة الجماهير، وهو بيشتغل مع الجماهير مهمته ذات طابع كعبوي. ومهمات التعبئة، وسائل التعبئة غير وسائل العمل وغير وسائل التثقيف، غير وسائل العمل مع القيادة. وبيضاف لي انه بيكشف عن العناصر المنحرفه فكريا او المعاديه للتنظيم. لو انا قعدت النهارده واحنا بنتكلم النهارده، بصينا لقينا بنحوم حوالين اشخاص، ده كان ده عمليه تمت اهو، احنا قاعدين اكتشاف ده فلان ده فلان ده فلان ده فلان ده فلان داخل المسألة. اربع مهمات بيشتغل عليها العمل الفكري، الوحده الفكريه داخل التنظيم، إعداد القيادات، وتعبئة الجماهير. هتلاقوا يا جماعة إحنا عندنا مهمات لها طابع عقائدي اللي هي التربية العقائدية، ومهمات لها طابع سياسي تربية سياسية، ومهمات لها طابع تعبوي اللي هي نشاطات ذات طابع تعبوي وحركة في وسط الناس. التلاتة دول اللي لازم نميز بينهم. لو اتنقلنا ده بيتعمل ازاي، الحاجات دول من الوسائل بقى الى الاساليب بتاعتهم ازاي، الوسائل ازاي شكلها، هتبص تلاقي قدامنا في العمل الفكري نوعين من الوسائل، يا وسائل مباشره يا وسائل غير مباشره. الوسائل المباشره دي الوسائل اللي بتعتمد على الكلمه المنطوقه او المسموعه او المقروءه، الوسائل الغير مباشره التوسل بنشاطات، التوسل بنشاط إنساني لتحقيق محتوى عقلي. التوسل على نشاط، ده احنا عاملين برنامج رياضي، ومن خلال البرنامج الرياضي عايزين نوصل لشوية أفكار. ده احنا عاملين ندوة شعرية وحنقدم فيها شوية أفكار عن الوطنية، عن الاشتراكية، عن المسألة. ده احنا عايزين نوفق برنامج ما بين عمل فني وعمل سياسي، أو نغلف العمل السياسي بال. ده احنا واحنا بنقول المحاضرة هنقطعها بواحد معاه عود وحيغني لنا غنوة. ده احنا هنعمل مسابقة بين المشتركين في كل دي وسائل نشاطات إنسانية بنتوسل بيها على المحتوى. عشان كده العمل التثقيفي في أي حزب هو مضمون واحد ينتقل، مضمون واحد ينتقل بوسائل متعددة مباشرة أو غير مباشرة حسب نوع الفئة اللي انت شغال عليها. وانت بتتكلم عن الاقطاع وعن الفلاحين على سبيل المثال،
مثال العمدة عندك يبرز المسألة دي كلها مثلا. وانت بتتكلم مع مثقفين لازم تجرب، بس هتلاقي بالخبرة الناس اللي ثقافتهم عالية في العادة بيتكلم عن أفكار نظرية بس مش قادر يلمس الأرض فوق. علشان كده مهمة الكادر اللي بتاع التثقيف ان ينزله للواقع. هو كان ده هو الديماغوج؟ ها؟ الكادر ده هو الديماغوج؟ لا، الديماغوجية مختلفة شوية عن الكادر. الكادر ده قيادة علمية، ده قيادة علمية. ليس الديماغوجية هي ان الواحد يمشي ورا الناس زي ما هي عايزة. بس حسب نظرية الاشتراكية الفردية، يعني كان الاشتراكية الفردية المتفقين بيقودوا الواجب حصل لكم ان في عمليه نوع من انواع اول حاجه عنصر ديماغوج. اول حاجه حذرنا منها جمال عبد الناصر ان احنا مش عايزين نندفع ورا عواطف الناس. امال بنوجهها ازاي؟ انت ما توجههاش الا اذا استطعت انك انت تعرف فين الجانب الانفعالي وفين وفين الجانب الموضوعي في موقفك، وان انت تبرز الجانب الموضوعي. وعلى فكره انت تشوف كتاب لوبون الخاص بلوبون اللي هي نفسية الجماهير، اللي هو سيكولوجية الجماهير. تشوفه هتلاقي مناقش القضية دي كويس، أو معاه أو أول الكتب اللي مناقشها. الفرق ما بين عنصر الديماغوج وعنصر الكادر هو الثقافة. هو الثقافة واتجاه الحركة. اتجاه أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ ولا اندفاع الجماهير هي اللي بتوصل؟ انا عايز اكمل دي في الاخر انا ايش معنى، لان الا ده اللي اتكلمنا عن العمل، ده اللي ممكن يتقال عن العمل التثقيفي في دقائق. لا، في خبرتين اثنين كمان المفروض ان احنا اللي بيشتغلوا في التنظيم ياخدوا بالهم منهم، لانهم يعتبروا من الخبرات اللي لازم جنب الخطه لازم الكادر ياخد بالهم، وخصوصا اذا كان التنظيم من خارج السلطه زي حالتنا، اللي هي فكره التجنيد في التنظيم السياسي. التجنيد عمل سياسي هادف مهمته واحد، توسيع نطاق العضويه ضروري. اثنين، تحقيق التوازن اللي اتكلمنا عليه في تركيب العضوية، ناقصنا كذا وناقصنا كذا. النفاذ والانتشار، لأن أنت تنتشر الأفراد تنفذ إلى مواقع أخرى في تنظيمات لها طابع شعبي. والاستقطاب، بمعنى العناصر اللي مهمة ولها وزن جماهيري عايز تستقطبها. أربع مهمات للتجنيد: توسع نطاق العضوية ودي ضرورة مع التطور والنمو، توازن التركيب بتاع الحزب بتاعك، تعمل نفاذ للمنظمات وتضاعف قدرتك وتأثيرك في الحركة، استقطاب عناصر مهمة. دول الأربع مهمات. التجنيد له مجموعة أسس. صح إن إحنا ناخدهم في الاعتبار وإحنا بنتكلم عن التجنيد. الشيء الاولاني ان قرار توسيع التجنيد او تضييقه او قرار بشانه ده لازم في التنظيم يبقى مركزي، بمعنى ان قياده التنظيم هي اللي بتعرف احتياجاتها شكلها ايه. الكلام ده موجود في البرنامج يا دكتور اللي هو فيه. انا بكل اسف يعني ما فيش مشاكل. لا انا بس اتكلم عليك انا ايه الخبرات اللي لازم حضرتك تقريها؟ لا انا بتكلم بس عشان خاطر العناصر دي بتقول ايه. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا رايي في كل الاحوال لابد من صياغه هذا الخطه مره اخرى، وانا بقول ان انا هبدا في صياغه هذه الخطه واسلمها للاستاذ محمد خلال 3 ايام وتتوزع عليه. انا شايف من الضروري انها تتوزع عليه. فاولا قلنا ان مساله التجنيد له اسس ينبغي ادراكها، ان اولا بتبقى قرار من المستوى المركزي. اثنين، اللي مسؤول عن التجنيد في الاساس هو العناصر النشطه داخل التنظيم،
انت ما تجيبش حد من بره، ده العناصر الناشطه. النبي يا دكتور صفوت مقدم فلان وفلان وفلان، رانيا مقدمه داليا بتقول كذا، اسماء بتقول كذا، يعني وهكذا. فدي مسؤوليه العناصر الناشطه هي مباشره، انها بتقوم على اساس ثلاث اسس لازم توفر: ان يكون عارف، وان يكون مسلكه كويس وتاريخه نظيف وفعال. عارف شويه، عارف شويه، مش عارف كل حاجه، عارف شويه، سلوكه صح. وفي في في نفس الوقت فعال. احنا كنا زمان نقول كده قدوه في المهاره والمسلك، عارف ماهر وسلوكه كويس. يختلف النظام الديمقراطي والنظام الاشتراكي يعني في في عايز اقول لك انا تقييم الافراد في كل وقت ان انت عايز حزب نظيف، والحزب نظيف يعني ناس نضاف، والناس نضاف يعني ناس يعملوا سمعه كويسه للحزب. وفي الاحزاب بيفكروني الناس الوحشين بحاجه واحده بس، زي الـ زي التفاح الفاسده في وسط البتاع تبوظه، ودي مشكلته. مشكله لما المحاسبه تغيب بيحصل ده. ان رقم اربعه، ان التجنيد بيمر من ارتباط شخصي الى ارتباط سياسي الى ارتباط عقائدي الى تكلفات صغيره ومباشره. من ارتباط شخصي لازم تعرفه ويبقى صاحبك، هترشح ليه؟ ده لازم صاحبك، ولازم ما تحس تحس انه برابطه كويسه معاك. الرابطه دي في العاده بتتحول الى رابطه سياسيه. هتتناقشوا في ايه؟ بتتناقشوا في الحب. اه خلصناه. طيب ندخل بقى في ده البلد، حب بتاع الكبير ده شويه، وتبص تلاقي دخلت معاه في نشاط سياسي. نشاط سياسي بتطور بالطبيعه فكرتك. ايه عند فكرتك انت؟ تحولت السياسه الى عقيده. خلاص في الحاله دي بقيت انت قدام، وتكليف صغير كده، بقيت قدام احتياطي قادر. ال كمان لازم يكون واضح ان اختيار العناصر دي بتقيم التنظيم، مستوى التنظيم. يعني انا حزب الوفاء مسؤول عن تقييم عناصره. لو العناصر اللي فيه كويسين يبقى ده حزب كويس. لو جاب الناس الوحشين كلها يبقى حزب كويس. منين؟ عنصر من عناصر التقييم انك انت تشوف التجنيد اللي تم فيه شكل ايه؟ لما ولا اختيارات حقيقيه. وكمان في التجنيد بيبقى في تجنيد المستوى بيبقى مسؤوليه جماعيه للمستوى ككل. صح، مش اقول ده الدكتور صفوت هو اللي رشحه، لا، ما دام انا قبلته، لان في مستويات في القبول. من الذي يرشح؟ انا ارشح. اثنين، من اللي بيوافق؟ المستوى. من اللي بيزكي الترشيح؟ المستوى كله. من اللي بيوافق على الترشيح؟ المستوى الاعلى. لكن انا والمستوى الاعلى والثلاثه مسؤولين مسؤوليه جماعيه عن الترشيح وهكذا. التجنيد كمان له مراسم، لازم يبقى له مراسم. بمعنى ايه؟ ساعه ما نقبل عضو ده لازم يطلع قرار من التنظيم نقول ان النهارده قبلت عضويه فلان الفلان. واللي اعرفه في التنظيمات المحترمه ده بيبقى يوم تاريخي في حياه العضو، إن لما يكون قبله، لما يكون تنظيمه ناضج ومحترم وقبل فيه، بيبقى يوم تاريخي، فيكون صدر قرار قياده التنظيم بان العضو يقبل. انا يوم ما اخذت عضويه طليعه الاشتراكيين، انا كان بيقعد عندي كاني عايز مصر كلها تحتفل. والله العظيم يا دكتور صفوان، والله. بس جمله صغيره اعطاكم، عناصر التنظيم الطليعي كانوا بيبلغوا ان هم اختيروا ممكن تقول لهم صيغة التبليغ كانت بتكون ازاي؟ صيغة التبليغ كانت الرئيس جمال عبد الناصر
حضر اختيارك عضو اه والله العظيم بقول لك جمال عبد الناصر ايوه اختيارك عضو في التنظيم. بقول لكم والله العظيم يا جماعه عادي انا بدفع او فلان بيدفع له بعد كذا وكذا كذا وكذا وكذا اختارك مش بس هو بيعتبر نفسه انه القائد الثاني دي كانت صيغه من صيغ الجميع، لان هو صغير خالص لسه في الجامعه. قالوا له كده انه لما تروح تعب وتابع فتره طويله وبعد ما وافقوا طبعا متابعه وقصه الامن اللي بيتابعوا وبحث عن الدوله بيتابعوه سلوك الشخص هذا لكم معلش بالتنظيمات الجماهيريه ازاي كانت بتتابع المخططين هو في تمام السبب لكم انا اسف السبب ممكن اكمل ولا اتفضل. ده انا سعيد اللي انت دخلت انا ما كنتش هحكي ده. انا قلت لكم حاجه واحده بس، انا قلت لكم انا كنت حاسس ان انا عايز اصرخ في مصر كلها تعالوا احتفلوا بيه يوم ما ابلغت بهذا بالطريقه الجميله دي. كمل. بيرفع ترقيم المجال عمله عن مستوى أدائه في المهن، كان مدرس ولا مهندس حاسب ولا محامي في المهن، هل هو كوت ولا مش كوت، بيأدي عمله في المهن ولا لا، أخلاقه في العمل إيه، هو علاقاته مع الآخرين اللي بيترفع بيها تقرير بيوصل لقيادات التنظيم الكبير، مباحث العمل، ترفع تقرير آخر، سلوك الشخص بيشرب خمرة ولا ما بيشربش خمرة، بيسهر مع مين؟ بيقعد في قهوه ولا ما بيقعدش مع قهوه؟ لما بيقعد في القهوه بيكون مين اللي بيشرب ومين اللي لا؟ ممكن يكون بيقعد مع تجار مخدرات او بتوع حشيش او مرتبطين. لما يجي تقرير للمباحث امن الدوله او المباحث العامه في الفتره ديت ان هذا الشخص سلوكه الاخلاقي كذا كذا كذا، بيحط تاني تقرير. التقرير الثالث من الشخص اللي كان بيتابعه فكريا داخل التنظيم الفضائي. هو بيناقش ازاي؟ عارف الكتب اللي قراها، تعامل الكتب، تعامل المناقشات، مدى تعاونه، ده التقرير الثالث. ثلاث تقارير ايه؟ الرفع للترشيح لاسم تجنيد، هو لغايه دلوقتي كان مرشح. التقارير الثلاثه بترجع الى المستوى، المستوى بيشوف ثلاث تقارير، ووفقا لهذه التقارير الثلاثه بيقول ممكن المعروف التنظيم الطبيعي ولا لا؟ المستوى كان طبيعي. في كثير من الطليعة ذاتها زي مثلا تحاول تسأل دلوقتي الديماغوجي ولا الغوغائي أو الكادر، هنا بنتأكد التنظيم إن العنصر النظام هو عنصر بتصفى وتراقب وتعرف سلوكه وأخلاقه ودرجة كفاءته المهنية والثقافية تكون صالح للتنظيم الثوري. لازم نضيف حاجة في ربع دقيقة الوالد كان قيادي في تنظيم الطريق على مستوى المحافظة، كان راجل واحد أو اثنين يعني، لغاية ما بعد ما مات عبد الناصر ما عرفناش القصة دي غير بعد ما مات عبد الناصر ب 10 سنين. كانت العضوية السرية في تنظيم الطريق. طبعا كلنا كنا كده. وما سمعناش عن تنظيم الطريق غير بعد فترة كلنا ابتدت الكتابات تتكلم عنه. كلنا كنا كده. بس لا اخر كمان برضو بالنسبه للتجنيد يا جماعه مهم جدا اللي كل فتره كل اللي جندوا العضويه لازم يتعمل لهم احتفال، بمعنى احتفال حقيقي، بمعنى ان الحزب انا اتفرجت في المانيا الديمقراطيه على الاحتفال ده اكتر من مره، 3-4 مرات اللي مرشحين للاف دوت فراي دويتش يوجنت منظمه الشباب الالماني الحر، مجرد انهم دخلوا المنظمه جايين محتفلين، جايب ابوه وجايب امه او جايب ابوها وامها، واحتفال حاجه كده الاسره مبسوطه والدنيا فرحانه والعالم بيرقص شيء فظيع للغايه، الى الحد ان كان داخل مش منظمه شباب، كانه داخل الى مثلا يعني البيت الابيض مثلا. الاحتفال ضروري انه فيه. عندي اخر جمله عايز اقولها، فيه برضو داخل التنظيم مساله مهمه محتاجين ان احنا نبص فيها كويس، اللي هي يقول لك شبكه الاتصال. شبكه الاتصال، شبكه الاتصال
شبكة الاتصال داخل التنظيم، لأن التنظيم مستويات، يبقى عايزين نربط بينها وبين بعض، يبقى عايزين أسلوب اتصال. والآن في توجيهات نازلة من فوق لتحت، يبقى عايزين اتصال. والآن في نبض تحت وعايزين نطلعه فوق، يبقى عايزين شبكة اتصال. والآن عايزين نوحد الحركة بالانضباط بالاتصال عرضي كده، يبقى لازم يكون في اتصال، شبكة اتصال. شبكة الاتصال هي مجموعة الوسائل، الوسائل التنظيمية اللي بتحقق ده. علشان كده شبكة الاتصال ده تعبير عن واحد الاجتماعات اللي مقررة في التنظيم. احنا بنجتمع كل اسبوع، ده جزء من شبكة الاتصال. الجزء الثاني تقارير، بنعمل تقارير دولية، نحط فيها حاجة ونطلعها لفوق، او تقرير تعمل من فوق ونزلنا، شبكة الاتصال. المتابعة جزء من شبكة الاتصال، المستوى الأعلى، كل مستوى يتابع المستوى اللي تحتيه ده ويكتب بقى تقارير عنها. المتابعة جزء من شبكة الاتصال. في كمان حاجة اسمها البلاغ اليومي، كل مستوى يقول النهاردة حصل عندنا 1 2 3 4، علشان يرصد الخبرة فوق، جزء من شبكة الاتصال. الاستدعاء السياسي لموضوع طارق، تعالوا هنعمل 1 2 3 4، هقول الناس تتجمع على طول في استدعاء طارق في نص ساعة، يقولوا احنا عايزين كذا وكذا، السلام عليكم، ده جزء من شبكة الاتصال. النشرة الدورية ايضا للتنظيم، بتعمم الخبرة داخل، تعمم الخبرات داخل المستويات، جزء من شبكة الاتصال. هذه الوسائل كلها لازم من رعايتها رعاية كويسة وفهمة الفنيات اللي بتضبط كل حاجة. يعني الاجتماع قبل الاجتماعات تنجح قبل الاجتماع، دايما اقول كل الاجتماعات تنجح قبل الاجتماع، لان ما دام عملت جدول اعمال كويس منطقي ومعقول وجزء من حركتك لابس في الحركه وبيفتح لقدام، عملت عمل ناجح. لو انت تاكدت من وصول الدعوه بوسيله او اكثر الى اللي هيقعدوا الاجتماع، والعنوان والمكان وفين ومن كام لكام، يبقى عملت نجاح كويس. لو انت موضب ادواتك داخل المكان ومترتبه بصوره كويسه قبل الاجتماع، عملت المساله دي كلها. لو انت خدت بالك من الميكروفونات اذا كان عايزه كده، لو احنا اول ما نقعد اجتماعات ده سواء جماهيريه ولا اجتماعات تنظيميه، اول حاجه تقابلك ان ده الاجهزه بايظه، وعبل ما تعملها كده تصوت وتعمل، وعبل ما يظبطوها تعمل اجواء سيئه جدا في للمحاضر اللي جاي نفسه مفتوحه، وللمساله دي كلها تبص تلاقي كونفيوجن عامل له كده صد وفكرته. الخبراء بس اللي بيقدروا يتخطوا هذه العقبات. التقارير لازم تتكتب بصوره كويسه، ولازم الناس تعرف ان الانشاء لا علاقه لها بموضوع التقارير. التقارير انك انت باقل قدر من الجمل توصل لادق الحقائق، لادق الحقائق. انا في السنه اللي فاتت دي كنت قاعد، يعني كنت مكلف بان ندرس ايه الموضوع بتاع المشكله على نهر النيل شكلها ايه، يعني عايز اقدم التقرير. وقعدت شفت حلقات مذاعه عليها على اليوتيوب، وشفت ناس بيتناقشوا، وشفت كتب، وقعدت عملت حوالي 15 يوم ما نامش عشان اقدم تقرير مختزل عن الموضوع ده. في الاخر دي تلاقيت سفير مصر، سفير اسرائيل في مصر، عامل تقرير عن الموضوع بعته لاسرائيل، 3 صفحات. عايز اقول لكم على حاجه، ما تلاقيتش فكره انا وصلت لها في الكتاب اللي انا عملته عن الموضوع الا ما موجوده فيه. والله العظيم 3 صفحات، اقسم بالله يا جماعه ان انا كنت احفظ هذا التقرير علشان حاجه واحده بس،
علشان يعني ايه تقرير مختزل لكن بيحط جميع الحقائق بمنتهى الدقة. ممكن نعرف اسم السفير ده يا دكتور؟ ما اعرفوش والله، انا ناسي اسمه، انا ناسي اسمه، لكن انا بقول لك ده وقع قدامي وممكن يقع قدام اي حد، لان ده كان تقرير مشهور. لكن انا بقول ده الاختزال. لينين كان بيقول ان 3 دقائق تستطيع انها توصل اعقد فكره في العالم اذا كنا احنا نمتلك القدره والاراده على ان 3 دقائق ممكن احنا نعملها. عايز اقول بعد ما مريت معاكم في الجوله ديت حوالين العمل السياسي وحوالين التنظيم كإطار يجمع العمل السياسي وحوالين بعض خبرات العمل السياسي، أسف إن أطلت، لكن عايز أقول عبارة واحدة الآن، إن في كل ده إن جمال عبد الناصر كان مظلوما. التجربة التنظيمية لجمال عبد الناصر كان مظلوم و 100%. ليه؟ لأن التنظيم اللي أراده جمال عبد الناصر لمصر لم يطبق. لم يطبق ليه؟ لأن التجربة التنظيمية لجمال عبد الناصر مش هرم اسمه الاتحاد الاشتراكي اللي سموها بورشين في الآخر، اللي بيضم قوة اجتماعية بينها وبين بعض تناقض سنوي، والمفروض إن هو يلغي التناقضات السنوية اللي كانت موجودة فيه. عشان يلغي التناقضات السنوية اللي كان فيه ده، كان في وسطه على طول تنظيم طليعي. مهمة التنظيم الطليعي ان هو يوحد الفكر، يعمل عمود داخله يكون موحد الفكر ويأثر على التنظيم ده ويعمل تنسيق. الصورة دي ما اكتملتش اكتر من سنة واحدة قبل 67، من سنة واحدة الا شهر تقريبا. يعني اللي بيدقق الحقيقة دي، الهيكل اللي رسمه جمال عبد الناصر ما كانش تنظيم جماهيري، الهيكل هو تنظيم جماهيري يقوده تنظيم طليعي سري في داخله. وسري كان علشان ايه؟ علشان الناس ما تطمعش لا في السلطة ولا في التسلط ولا الشهرة ولا المسألة دي كلها، ويكون فيه رجال قادرين زي الأستاذ محمد ده بيقول ان والده كان في التنظيم الطليعي وما عرفوش الا بعد ما مات جمال عبد الناصر ب10 سنين. انا مراتي ما عرفتش ان انا في التنظيم الطليعي ابدا الا من حد تاني لما بدينا نتابع ونعمل المساله دي كلها، يعني في الفتره اللي فاتت. اشكركم على حسن الاستماع. في حاجه قبل ما اقول يخلص، انا في حاجه بس هنا اسئله واستفسارات عايز اقول عليها. انا ارجو ان انتم تدعوا معايا بعاجل الشفاء للاستاذ فاروق العشري، كان هو صاحب هذه، المفروض ان هو كان يعد هذه المحاضره ويقولها، لكنه مريض وفي عمليه جراحيه، وارجو ان تتمنوا له عاجل الشفاء من المناضلين العظام في هذا البلد. شكرا جزيلا. هتنتظر شوية يا دكتور بقى؟ كده فاضل فيها 19 دقيقة. ماشي. لا نسحب الكوبايه دي. مستعدين؟ لا.
طب نقفلها شوية، نعلقها شوية. لا ما مش هبدا لما يكون كله موجود. خير يا زملاء، طبعا فرهدتوا ولا لسه من المحاضرة؟ يعني انا كان عندي حسن الحظ النهاردة ان انا احضر الجزء الاخير من محاضرة الاستاذ محمد رضا طلبة عن العمل الجماهيري. انا شخصيا استفدت بيها جدا، رجعت لي زمن قديم حوالين اساليب العمل الجماهيري، يعني ايه عضو، يعني ايه تربية كادر، يعني ايه تجنيد وكيفية التجنيد واساليب التجنيد، يعني ايه خطة، يعني كيف وضع الخطة، ايه العناصر الثلاثة لأي خطة، اللي هي الهدف والاسلوب والادوات. الهدف، هدف، في هدف بيكون بعيد وهدف بيكون مرحلي. الاسلوب، ايه هي الاساليب اللي هنتخذها عشان نحقق الاهداف القريبة والاهداف البعيدة. الادوات، ايه الادوات اللي هنستخدمها في العمل السياسي، عايز كم كادر سياسي، او عايز كم عامل، وعايز كم مهندس، وعايز كم آلة للحفر، وعايز كم كذا. ده هي عناصر التخطيط. الهدف العام اللي بنقسمه على اهداف بعيدة واهداف مرحلية قريبة، وبعدين الاساليب، ايه هو الاسلوب اللي متبع اللي انا هتبعه عشان اعمل وحقق الاهداف القريبة، وايه الاساليب، ايه الادوات اللي انا محتاجها لحشد الخطة وعملها. لان الخطة هي مهمتها هي تعظيم كفاءة كل عناصر الموجودة في الطبيعة، سواء كان البشر او الادوات او الوسائل اللي احنا بنستخدمها. الحقيقة جزء من العمل الجماهيري العام في سؤال اتسأل حوالين هل بيكون هناك فرق بين الحزب الليبرالي، مش عايز اقول الديمقراطي، والحزب الثوري. طبعا اللي انا عايز اقول عليه انه اكيد داخل الحزب الليبرالي له اهداف مختلف تماما عن اهداف الحزب الثوري. الجماهير اللي بيستهدفها الحزب الليبرالي، وده نقطة مهمة جدا، غير الجماهير اللي بيستهدفها الحزب الثوري. حتى لو كان الحزب الليبرالي يقول انا بتاع الاغلبية، بتاع الشعب، بتاع الجماهير، بتاع الطبقات العمال والفلاحين، هنا بيبقى سؤال هل هو صادق مع نفسه لما بيتكلم عن العمال والفلاحين زي ما بيتكلم حزب ثوري عن العمال والفلاحين. يعني لو خدنا نموذج على سبيل المثال، حزب زي حزب الوفد، حزب الوفد لفترة طويلة كان بيقول انا حزب الطبقة الوسطى وحزب الفلاحين. هل حزب الوفد خلال تاريخه قبل ثورة يوليو او بعد ما رجع مرة اخرى في حزب الوفد الجديد عبر تعبيرا حقيقيا عن الاغلبية الشعبية العمال او الفلاحين في مصر؟ ده حزب ليبرالي. لان اكتشف على سبيل المثال انه جمهوره واداته وادواته وقيادته مناقضة تماما لما يقوله، بدليل انه معظمهم قبل الثورة كانوا اقطاعيين ورأسماليين، وبعد ما طلع حزب الوفد الجديد بقى مجموعة من الرأسماليين، كبار الرأسماليين وكبار رجال الأعمال. فين العمال؟ فين الفلاحين؟ فين الأغلبية اللي موجودة في هذا الحزب الليبرالي؟ مش هتلاقي بالفعل إن هناك جماهير، حتى لو قال عدالة اجتماعية، حتى لو قال إنه مستهدف غالبية الشعب من الكادحين. طيب الحزب الثوري،
الحزب الثوري بيحدد منذ البدايه زي ما قال الاستاذ محمد رضا طلبة نظريته الثوريه مستهدفه اي قوى اجتماعيه، اذا مستهدفه العمال، مستهدفه الفلاحين، مستهدفه المثقفين الثوريين، يبقى هنا تختلف اساليب العمل بتاعه الحزب الثوري الحقيقي عن اساليب الحزب الثوري لما بيقول عمال وفلاحين ما لهش القواعد من العمال والفلاحين، يبقى كل اللي هو بيعمله هو ديماغوجيه او ديماغوجي، على فكره هي اسمها ديماغوجيه مش ديماغوجيه، هي ديماغوجيه كلمه اجنبيه تعني الهفتله باللهجه العاميه او الكلامولوجيا او الغوغائي، الكلام الغوغائي الذي ليس له اي احنا بنتكلم عن المعنى المستخدم. لما نقول فلان ديماغوجي كلام، نقول فلان ديماغوجي معناها ايه؟ فلان ديماغوجي دلوقتي انه شخص غوغائي لا يؤسس خطابه السياسي على اسس واقعيه، خلي بالك على اسس واقعيه او مستهدف به حركه سياسيه. يبقى الديماغوجيه هي نوع من انواع الغوغائيه والكلامولوجيا التي لا تستهدف في الواقع احداث تاثير او تطوير في الواقع، ملوش واقع، ما فيش كلام، هو كلام. فديت من نقول فلان الفلاني ديماغوجي يعني فلان الفلاني هو شخص، هو شخص دكتور اخذ الكاميرا دي بتاعت المهندس عبد الحكيم، توصل للمهندس عبد الحكيم، عفوا اقسم بالله يا عبد اساسا مش كده يا جماعه، مش كده. الكاميرا دي هتوصل بشهر كتير وبيها بعمل من الامارات ومن السعوديه. هتوصل لعبد الحكيم. ترامب ترامب كده؟ اوكي يا ترامب، اوكي يا خليل. انت لو عرفت ان الايدين ما لكيش علاقه بيا تماما. احنا اسفين جدا، سامحني. ترامب. وعلى فكره هو ايه؟